قتل ضابط برتبة عميد وثلاثون عنصرا من جيش النظام السوري جراء عملية عسكرية نفذتها قوات المعارضة في قرية عطشان في ريف حما الغربي، بينما أعلنت كتائب المعارضة السورية المسلحة مقتل وجرح عدد من قوات النظام السوري إثر هجمات استهدفت آليتين عسكريتين في مدينة مورك بريف حما الشمالي. ودارت اشتباكات عنيفة تمكنت قوات المعارضة خلالها من بسط سيطرتها على أجزاء كبيرة من المدينة. وقالت مصادر من فصائل المعارضة إن مقاتليها قصفوا مواقع للنظام في ريف حما الغربي بصواريخ كاتيوشا.